للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا من مدينة فاس المغربية المحلل الرياضي السيد محمد الخراز. صباح الخير سيد محمد، وجولة جديدة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب في العام المقبل. حدثنا عن حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في التصفيات. صباح الخير أخي فادي، وصباح الخير لكل عشاق قناة القاهرة الإخبارية، وهي فرصة حتى أقول لك مرحبا بك في المغرب سنة 2025 بمناسبة كأس إفريقيا. التصفيات بحال تعرف يعني نتائج متباينة ما بين المنتخبات العربية، فيه تألق مصري، ولما نتكلموا على بعبع إفريقيا بالست نقاط بالعلامة الكاملة، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي المتصدرين لمجموعتهما. المغرب الذي يلعب هذه التصفيات بشكل مباريات ودية، لكن ربما يبقى النتائج السلبية. نتكلم أكثر على منتخبات كموريتانيا التي تحتل الرتبة الثالثة، والمنتخب السوداني بالإضافة إلى إخفاق الجولتين الأولتين للمنتخب الليبي، ولكن على العموم المنتخبات العربية الكبيرة يعني دائما متصدرة على غيرها، تونس، المغرب، مصر والجزائر. إذا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو لقاء منتخب الجزائر اليوم مع منتخب توجو في موقع قوية. هل تتوقع أن يواصل محارب الصحراء تحقيق العلامة الكاملة بالتصفيات؟ الجزائر ومشكل أرضية الميدان التي دائما ما يعاني منه المدرب المنتخب والمنتخب في حد ذاته، وكان هذا المشكل يعني مطروح منذ تولي جمال بالماضي العارضة الفنية، بعد ما لعبوا في ملعب براقي الآن يلعبون في ملعب عنابة. ست نقاط بطبيعة الحال هي نتيجة كبيرة في المباراتين الماضيتين، ودائما مباراة الجزائر وطوغو دائما ما تعطي دفعة معنوية قبل الجزائر السابق، أن في جيل جمال بالماضي طوغو جعلنا نرى يعني جعلنا طيب لو انتقلنا إلى دوري الأمم الأوروبية وهناك العديد من المواجهات اليوم، لو تبرز لنا أهم وأبرز مواجهات الليلة. أعتقد هناك ثلاث مباريات مهمة، هناك منتخب الإيطالي والبلجيكي المباراة الكبيرة المنتظر منها بالشيء الكثير، ست نقاط بالنسبة لإيطاليا، فوز أمام منتخب فرنسي في الجولة السابقة أمام بلجيكا الذي دائما يعني يتعثر في هذه التدورات، هناك مباراة النرويج ضد المنتخب السلوفيني، وهناك المنتخب الفرنسي الذي يلعب مباراة بدون كيليان مبابي المصاب والذي العائد مؤخرا للإصابة. نظن بأن المباراة الكبيرة وكل الأنظار ستتجه إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا من أجل مباراة إيطاليا وبلجيكا. لو انتقلنا إلى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، هناك مواجهة منتظرة بين منتخب البرازيل وتشيلي، كيف ترى هذه المواجهة في إطار الإصابات البرازيلية؟ في إطار الإصابات البرازيلية وفي إطار النتائج الغير جيدة للمنتخب البرازيلي، أعتقد بأن هذه المباراة أمام منتخب تشيلي يعاني الأمرين ومحتل المرتبة التاسعة تقدر أنها تكون دفعة معنوية للاعبين المنتخب البرازيلي حتى تعود الثقة لتشكيلة السامبا من أجل إتمام التصفيات المؤهلة للمونديال بالشكل الجيد، لأن ما بين منتخب أرجنتيني ب 18 نقطة ومنتخب برازيلي في المرتبة الخامسة هناك فرق كبير، فالفرق ربما يقدر أنه يجعل المنتخب البرازيلي ينهض من قوقعته يعني بانطلاقا اليوم أمام منتخب. شكرا جزيلا المحلل الرياضي سيد محمد الخراز، كنت معنا من مدينة فاس المغربية.